تفاصيل كتير عايزين نعرفها عن المباراة، هنتعرف عليها من الضيف محمد عراقي، ضيفنا على التليفون النقد الرياضي. اهلا بيك، صباح الخير يا استاذ محمد. اهلا بيك يا زميلنا، صباح الخير، واهلا بيك يا استاذ مصطفى. اهلا وسهلا. طيب لما نيجي نتكلم عن مباراة الاهلي واروى الياباني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، احنا شايفين كده نغمة موجودة انه خلاص بقى مش فارقة، ما احنا خلاص الكاس ما بقاش عندنا، ما بقتش فارقة الثالث من الرابع، هل ده حقيقي؟ هو في الاول بس مشكلة النغمة دي هي اللي عاملة المشاكل كلها. أوكي. يعني في المباراة الأولى كانت النغمة كانت في صالح النادي الأهلي، لما الكلام كله كان بيتقال ان الاتحاد جده هو اللي كتبته ارجح والاتحاد جده هو اللي هيكسب. لعيبه النادي الاهلي خدوا الموضوع ده بشكل ايجابي وقدروا ان هم يقلبوا الموازين وقدروا ان هم يكسبوا اتحاد جده ويقدموا اداء كبير جدا جدا وقدروا ان هم يتعادوا للمباراه نصف النهائي. نفس النغمه دي بقى اتغيرت في مباراه فلومينسي، اتقال ان فلومينسي فريق كبير السن، اتقال ان الاهلي هو اللي هيكسب، ده برده اثر على الاهلي بشكل كبير وخلى المباراة يعني لعيبه النادي الاهلي ما تاخدش برضه المباراة بافضل باقوى شكل، وبالتالي قدر فريق فلومينسي يفوز على النادي الاهلي. زي ما حضرتك بتقولي فعلا كده، النغمه دي برضه بتتردد دلوقتي، ان فكره برضه فريق الياباني مش اقوى فريق وان برضه خلاص يعني ما بقاش البطوله اهميه، لا طبعا البطوله اهميه كبيره، وفكره ان انت تحصل على ميداليه برونزيه في بطوله كاس عالم الانديه للمره الرابعه في تاريخك فده اكيد انجاز كبير جدا جدا. طبعا انت اكيد كنت تطمح لانجاز تاني اكبر بالصعود للمباراه النهائيه لاول مره في تاريخ النادي الاهلي لتحقيق طبعا الميداليه الذهبيه او الميداليه الفضيه، ولكن ده ما حصلش. لازم برضو تحافظ على مشاركتك وان انت تعمل افضل ظهور ليك، وبالتالي فاكيد مباراه يعني مباراه بطل اليابان هتكون مهمه جدا جدا للنادي الاهلي. صحيح. طيب من وجهه نظرك ايه الطريقه الافضل او التكتيك الافضل اللي المفروض يعتمد عليه كولر في مباراه زي دي؟ يعني مقومات كره القدم اليابانيه عامله ايه اذا ما قارنت بكره القدم في مصر والدول العربيه؟ هو الاول بس على كولر اللي هو يعني يجهز اللعيبه على المستوى النفسي. زي ما قلنا ان المستوى العامل النفسي كان ليه دور كبير جدا جدا في مشوار البطوله كله، سواء ايجابي في مباراه اتحاد جده او سلبي في مباراه فلومينسي. على كولر والجهاز الفني وطبعا اكيد كابتن خالد بيبو ومدير الكوره ان هم يجهزوا اللعيبه نفسيا ويقعدوا يقدروا ان هم يهدوهم على المستوى النفسي قبل المباراه عشان يوضحوا لهم اهميه المباراه ويوضحوا لهم ان فكره الفوز بالمباراه امر ضروري جدا جدا عشان طبعا اكيد يساعدوا جماهير النادي الاهلي طبعا بشكل خاص وجمهور الكره المصريه بشكل عام. على الجانب الفني ايوه النهارده احنا بنواجه مدرسه مختلفه شويه. دايما معروف على الكره اليابانيه ان هي كمبيوتر زي ما بيقولوا، زي ما قال حتى جوارديولا حتى وهو بيتكلم في المؤتمر الصحفي ان هو يعني كمبيوتر، الكمبيوتر الياباني معروف طبعا بالسيستم اللعب بتاعه بالحركه بالسرعه، ما فيش مهارات قوي ولكن في سرعه في سيستم في لعب مباشر على المرمى. اكيد كولر طبعا قاعد بيتفرج على الفريق الياباني وبيجهزه بشكل كبير وبيعرف لعيبته في المحاضرات على نقاط القوه ونقاط الضعف، ولكن قبل كده نشتغل احنا على نفسنا الاول ونعالج مشاكلنا ونشوف اخطائنا ايه. لو ده حصل ان شاء الله باذن الله اكيد مواجهه الفريق الياباني هتكون مش عايز اقول في المتناول، ولكن هيقدر النادي الاهلي ان شاء الله ان هو يحقق الفوز وبالتالي يحقق الميداليه الجونزيه. طيب لسه بتقول لو بصينا على اللي احنا عملناه وعالجنا مشاكلنا المباراه هتكون ان شاء الله يعني في سياق الطبيعي. الفتره اللي فاتت او يمكن من ساعه المباراه بين اهلي واروى الياباني كان بين الاهلي وفلومينينزي كان في كلام كده انه كولر ما كانش عارف يقرا المباراه كويس، كولر ما استخدمش ادواته. انت شايف ان هي فعلا كانت المشكله مشكله لعيبه ولا كانت مشكله كولر؟ دايما في حاله الفوز لازم نقول ان الكل كان كويس، وبرده في حاله الخساره لازم الخساره تنسب للكل برده. كولر كاي مدير فني اكيد بيبقى عليه جزء سواء في الفوز او في الخساره. ولكن لو جينا بصينا كده للموضوع بشكل دقيق شويه، المدير الفني عليه ان هو يوصل اللعيبه للمرمى، وعليه ان هو يخلق العديد من الفرص للفريق بتاعه. هل ده حصل ولا لا في المباراتين؟ طبعا حصل. في مباراه اتحاد جده السعودي حصل بنجاح كبير جدا جدا وقدر لعيبه النادي الاهلي ان هم يستغلوا الفرص، وكمان في مباراه فلومينسي حصل بشكل كبير والاهلي خلق فرص كثيره جدا جدا، ولكن للاسف لعيبه النادي الاهلي ما قدروش ان هم يستغلوا الفرص
بسبب رعونة بعض المهاجمين وبسبب أنانية البعض الآخر، أيا كان خلاص دي صفحة واتقفلت. ولكن كولر كمدير فني ما نقدرش نقلل منه، هو مدير فني كبير ومدير فني قدر ان هو يطور مستوى النادي الاهلي. هو كمدير فني قدر يوصل اللعيبه وقدر ان هو يخلق فرص كتير، ولكن اللعيبه ما قدرتش تستغل ده. طب هل ده معناه ان كولر ما لهوش دور خالص في القصه دي؟ لا طبعا عليه دور، لان قصه اهدار الفرص برضو بتعود في جزء منها للمدير الفني، ان هو لازم يشتغل تخصصي مع اللعيبه، ان لازم يبقى طول الوقت بيتم علاج الاخطاء وعلاج المشاكل اللي موجوده في الفريق. ولكن ملخص الكلام في الجزئيه دي ان المشكله مش بتبقى في المدير الفني بس او في اللعيبه بس، المشكله بتبقى في الكل. انا بشوف ان كولر اخطا في بعض الاشياء، اللعيبه طبعا اخطات في حاجات كتيره جدا جدا، وهو ده السبب في الخساره بين فلورنتي، لان احنا كنا بنلعب بطل امريكا الجنوبيه، ومعروف طبعا الكره الجنوبيه الكره البرازيليه كمان بالتحديد عامله ايه، ولكن اي حد شاف المباراه قال ان الاهلي هو اللي تفوق على المستوى الفني، الاهلي هو اللي خلق العديد من الفرص. احنا بنتكلم في اكتر من 7 فرص محققه الاهلي كان ممكن يقدر يحقق الفوز فيها، لو الاهلي اخلص بس يعني منهم 3 كان قدر ان هو يفوز بالمباراه. ولكن خلاص قدر الله ما شاء فعل. احنا دلوقتي لسه عندنا مواجهه مهمه جدا، ومواجهه مهمه ومواجهه بميدانيا، وخلي بالك برضو من نقطه مهمه، خلينا يعني نركز فيها القصه بتاعت الجمهور هناك. صحيح. الجمهور المصري المتواجد في السعوديه طبعا يعني عايز اقول لك عامل ملحمه، وعمل ملحمه كبيره جدا جدا في البطوله كلها. يكفي ان في مباراه اتحاد جده السعودي وفي معقل اتحاد جده ملعب الجوهره جمهور النادي الاهلي كان تقريبا مساوي لجمهور نادي اتحاد جده، وكان اقوى منه في التشجيع. ايوه طبعا ده بالنظر للجاليه المصريه في السعوديه، بنتكلم في اكبر جاليه. اتوقع ان شاء الله ان في مباراه برضه في اليابان جمهور النادي الاهلي هيكون يا فندم 3 مليون مصري في المملكه، حتى عشان صحيح. الجمهور المتواجد ده على لعيبه النادي الاهلي ان هي تقدم كل اللي عندها وتقدم افضل مردود، عشان باذن الله الجمهور ده كله يرجع مبسوط. وطبعا اكيد جمهور النادي الاهلي في مصر طبعا وفي الوطن العربي كله محتاج فوز كبير، يعني يحسن الصوره ويخلي الصوره أيوه. تخرج بشكل نهائي في الاخر. أيوه. استاذ عراقي انا عايز اسالك على، اتكلمت عن ان نادي اورورا الياباني بيلعب بطريقه الكمبيوتر، يعني ما فيش فنيات على قد ما في خد وهات بسرعه وخطوره ناحيه الملعب. من وجهة نظرك هيبقى في استجابة في تغييرات كولر على مستوى تشكيل الدفاعات والهجوم تحسبا لأي خطورة يعني على المرمى بتاع الأهلي؟ هو صراحة كلامك مظبوط طبعا، يعني دايما معروف عن مستر كولر ان هو من المديرين الفنيين اللي كل مباراة بيبقى ليها تشكيلها، ودايما بيبقى تشكيل الفريق بيبقى مرتبط بطريقة لعب المنافس. طبعا هيكون في تغييرات، ولكن دايما في البطولات الكبيره بتكون التغييرات على مستوى الافراد في اضيق الحدود. يمكن كولر كان بيعمل روتيشن كتير في فتره من الفترات وبيغير لعيبه كتير في كل مباراه، ولكن يمكن ده قل شويه في الفترات الاخيره، ودي حاجه تحسب له، لان فكره الروتيشن الكتير وتغيير 5-6 لعيبه من مباراه لاخرى كان بيأثر بالسلب على النادي الاهلي. ولكن في المباراه دي هيبقى مستر كولر برضه مطالب ان هو في لعيبه طبعا مجهده بتلعب مباراه تقريبا كل 48 ساعه ولا كل 72 ساعه، فانت مطالب ان انت تبتدي تشوف اللعيبه اللي مجهده فين، ومش هقول تريحها، انت مش بتريحها، ولكن انت بتشوف اللعيب الاجهز، اللعيب الفت اكتر، اللعيب اللي هيمتاز اكتر باللياقه البدنيه، زي ما قلنا احنا محتاج دي مباراه اللياقه البدنيه، هيبقى اكتر من الجوانب الفنيه الاهتمام باللياقه البدنيه، لان الفريق ده لو تفوق عليك بدنيا هيقدر ان هو يعني يفوز في نهايه المباراه. فعشان كده اكيد زي ما احنا واخدين بالنا من القصه دي، فاكيد مستر كولر واخد باله اكتر كمان جدا، لان هو قاعد بقاله يومين بيدرس الفريق الياباني وعارف قوته وعارف هو بيشتغل ازاي، فبالتالي التشكيل مش هيبقى فيه تغييرات كتيره على مستوى الافراد الا الافراد المجهده، ولكن تشكيله الاهلي معروفه او العناصر الاساسيه معروفه، بنتكلم في الشناوي، عبد المنعم، ياسر ابراهيم، معلول، هاني، مروان عطيه طبعا اللي بيقدم بطوله كبيره جدا جدا، امام عاشور، اكوكا مثلا، حسين الشحات، كهربا، بيرسي تاو، يمكن دي العناصر الاساسيه، ولكن في لعيبه ممكن تدخل في حاله طبعا اجهاد عدد من اللاعبين دول، وده هيظهر لكولر نفسه في التدريبات، مش هنقدر احنا نحسبه او نقدر احنا نشوفه، لان كولر هو ابلغ واحد بفرقته، وطبعا كلنا عارفين ان دلوقتي العلم اتطور جدا في الكوره، ما بقاش الموضوع مجرد بالرؤيه يعني، لا في اجهزه جي بي اس بتقيس القوه البدنيه للعيبه، وبتقيس اللعيب يقدر يلعب قد ايه، وبتقيس
هل اللعيب اللي في المباراه اللي جايه هيكون هو اللي فيت او هو الافضل ولا لا. طيب يعني في دقيقتين عشان موجز الانباء فاضل عليه دقيقتين، هسال سريعا كده، اي حد شاف مباريات الاهلي في الفتره اللي فاتت شايف ان احنا عندنا مشكله في مركز المهاجم، متخيل ان كولر هيتخطى المشكله دي ازاي النهارده؟ والله انا لو بتتكلمي على قصه المهاجم فيعني دي ما ينفعش تتقال في دقيقتين خالص، لان احنا بقالنا في قصه مستعصيه، ولكن هحاول يعني او بذلك يعني احنا بنتكلم بقالنا سنتين في قصه المهاجم ديت. للاسف الاهلي مش قادر يجيب مهاجم سوبر يقدر يساعده، مش عايز اقول حصل استرخاص، ولكن الاهلي كان اتعرض عليه مهاجمين كبار باسعار كبيره، الاهلي ما جابهمش. اعتقد يعني لو كان المهاجمين دول جم او احد منهم احد المهاجمين دول كان جم، كان الاهلي مستواه تغير تماما في بطوله السوبر الافريقي مثلا اللي خرج منها قدام صن داونز، كان مستواه تغير تماما في كاس العالم للانديه، واعتقد كان وصل للمباراه النهائيه. فقصه المهاجم هي يعني مشكله وازمه مستعصيه داخل النادي الاهلي. لحد النهارده الاهلي مش لاقي ضالته في مهاجم، وحتى لما جاب مهاجم اسمه مودس، مهاجم طبعا كبير في السن مش قادر يفيد الفريق، ولما جه يشارك وكان جايبه اساسا عشان بطوله كاس العالم للانديه، شارك في المباراة الأولى اضطرد بعد نزوله بدقيقة، وتم يعني استبعاده من الفيفا المباراتين اللي بعدهم، يعني أنت ما استفدتش بيه في بطولة كأس العالم للأندية. فبالتالي لا، قصة المهاجم دي مشكلة مستعصية داخل النادي الأهلي، ولكن دلوقتي بيحاولوا إن هم يلاقوا مهاجم سوبر، ولكن هتبقى مشكلة هل المهاجم ده هيجيبوه في يناير ولا في الصيف؟ لأن مودست موجود، ولو مودست مشيته هتضطر تديله مرتبه بالكامل، ومرتبه مليون و500 ألف دولار عشان تفسخ معاه، وتضطر تجيب مهاجم تاني. ده لسه اداره النادي الاهلي بتناقشه، ولكن لحد اللحظه دي كولر متمسك بمودس وبيقول ان هو مهاجم كويس وهيقدر يطلع منه افضل حاجه، ولكن طبعا كلنا شايفين ان ده مجرد يعني زي ما بيقولوا كده اصرار على قراره، ان هو يعني يبين ان قراره كان مظبوط بالتعاقد مع مودس، وهيبقى مساله وقت اكيد مودس هيرحل على النادي الاهلي بالتاكيد، دي ما فيهاش كلام. صحيح، كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته يوم غد، وان شاء الله باذن الله يرجع لنا بالميداليه البرونزيه في بطوله كاس العالم للانديه. بنشكرك الاستاذ محمد عراء النائب الناقد الرياضي، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخله.